بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض موديول 2 في كورس الانالوج ميكس سيجنال سيميليشن اند موديلنج. في الموديول ده بنتكلم على سبايس، وصلنا دلوقتي لاخر جزء في المحاضره. هنتكلم فيه على بعض اليوسفول كوماندز في سبايس اللي احنا ما اتكلمناش عليها في الاجزاء اللي فاتت. هنتكلم على الاوتبوت كوماندز، وهنتكلم على الفرق ما بين تو كوماندز مهمين جدا، اللي هما النوت سيت والاي سي اللي هو الانيشال كونديشن، وحاجه اسمها الانكلود واللايبراري. وبعدين طبعا ده مش هيبقى كومبريهنسيف ابدا، يعني اي وقت انت محتاج يبقى عندك انفورميشن زياده او نولج زياده عن السيميوليتر بتاعك، او انت واقع في مشكله ومحتاج تحلها، السورس الرئيسي بتاعك هيبقى هو المانيوال بتاع السيميوليتر. وزي ما قلت لك هتلاقي في حاجات مشتركه كتير ما بين السيميوليترز، ان هم كلهم ديريفاتيفز من سبايس، ولكن في احيان كتيره برضه هتلاقي في حاجات بيفرق فيها سيميوليتر عن التاني، سواء من ناحيه السنتكس او سواء من ناحيه الكابيرتيز بتاعته، او ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي مش ممكن يتعمل. فدايما ترجع للهلب وللمانيوال بتاع السيميوليتر بتاعك فور كومبليت يعني انفورميشن عن الكوماندز وعن الكابيبيلتيز والليميتيشنز بتاعت السيميوليتر بتاعك. فهنبدا الاول بالاوتبوت كوماندز. بيركلي سبايس كان بيدي نوعين من الاوتبوت كوماندز، نوع اسمه برنت ونوع اسمه بلوت. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان برنت ده المفروض ان هو بيطبع ريزلتس في صوره جدول، وبلوت المفروض ان هو بيرسم. لكن طبعا زي ما كنت بقول لكم بقى زمان، اصلا ما كانش فيه اصلا سكرينز ايام ما سبايس ده اتعمل، فكان الرسم بتاعه عباره ان هو بيطبع على برينتر او بيرمي الاوتبوت في تكست فايل بعد كده. فازاي بيرسم في تكست فايل؟ عن طريق ان هو بيستعمل علامات زي النجوم مثلا عشان يحاول يرسم بيها شكل ويف فورم هيبقى عامل ازاي. فسواء انت بتستعمل برنت او بلوت، فالاثنين تراديشنالي كانوا بيرموا الاوت في تكست فايل، اما في صوره زي ما قلنا جدول، اما في صوره رسمه. طب انا بعمل ايه تاني هنا؟ بختار ايه نوع السيميليشن اللي انا عايز اطبع الاوت بتاعها، دي سي او اي سي او ترانزيانت، وبعدين ببدا احدد بقى ايه الاوت بوت فاريبلز اللي انا عايز اطبعها. طب انا عايز اطبع فولت عند نود معينه، فولت ما بين تو نودز، كارنت ماشي في فولتج سورس معين. ممكن بقى استعمل بعض الايه، بعض الفانكشنز، ان انا اجيب الريل بارت او الايماجينري بارت او الماجنتيود او الفيز، او اجيب الحاجه في الدي سي بال. طبعا زي ما احنا عارفين بقى، كل دلوقتي كل الكوميرشال تولز بيبقى عندها ويف فورم فيور، والويف فورم فيور ده تقدر ان انت تعرض الحاجات دي جرافيكالي. ويمكن دي كانت برضو من الحاجات المميزه في بي سبايس لما بي سبايس نزل وانتشر، ان هو بقى كان عنده كوماند اسمه دوت بروب. دوت بروب بقى هو ده اللي كان بيحول لك الريزلتس لفايل تقدر انك تعرضه عن طريق جرافيكال ويف فورم فيور. فكان يعتبر بقى البروب ده هو الايه، هو الثوره وقتها في عالم السيميليشن يعني، والايه والويف فورم فيورنج. طيب هنيجي للجزئيه بقى مهمه، وهي في الحقيقه بتاثر على السيميليشن بتاعتك، امر اسمه النوت سيت وامر اسمه الانيشال كونديشن. ايه الفرق ما بينهم؟ مبدئيا السيميليتور زي ما ان شاء الله هنعرف بالتفصيل في الموديول الجاي، لما يجي يحل الدايره النون لينير بيحلها بطريقه ايتريتيف. يعني ايه بيحلها بطريقه ايتريتيف؟ يعني كانه بيعمل ترايل اند ايرور، يعني بيعمل انيشيال جيس، وبعد الانيشيال جيس ده بيحاول يوصل لجيس احسن منه او يحسن في الايه، في الجيس بتاعه، وبعد كده يعمل ايتريشن كمان وايتريشن كمان وايتريشن كمان، يقعد يعمل الايتريشنز ايتريشنز ايتريشنز لحد لما يوصل لحاجه قريبه جدا من الحل، اللي احنا بنقول دلوقتي ان السيميليشن وصل للكونفرجنس، او ان الحل بيكونفرج. طيب الامر اللي اسمه نوت سيت ده بقى بيعمل ايه؟ انت بتدي للسيميوليتور الانيشيال جيس اللي بيبدا بيه الايتريتيف بروسيس. خد بالك ان في فرق فظيع جدا ما بين النوت سيت والامر اللي هناخده بقى في السلايد الجايه، اللي هو الامر ده الانيشيال كونديشن. في النوت سيت انت بتدي له الانيشيال جيس اللي بيبدا بيها، اما بقى في الانيشيال كونديشن فانت بتفرض عليه سوليوشن معين عند تايم بيساوي زيرو، اللي هو اول بوينت بيبدا فيها الايه، ترانزيانت اناليسيس از ان اكزامبل. ففرق كبير جدا ما بينهم. تاني انا هنا بديله انيشال جاس، بس هو لسه هيعمل اتريشنز، وبعدين لما يعمل الاتريشنز بتاعته دي ايفينشوالي هيوصل لحل مختلف عن الانيشال جاس اللي انا اديته. طيب هل ده ممكن ياثر على الحل بتاعي، او امتى ممكن احتاج اعمل مثلا انيشال جاس في السيركت بتاعتي؟ تعالى ناخد مثلا مثال. لو انا عندي دايره زي دايره اللاتش مثلا بالشكل ده اهو، انتوا عارفين دايره اللاتش دي في الحقيقه ليها ثلاثه سوليوشنز في الحقيقه. ايه الثلاثه سوليوشنز دي؟ يا اما هنا 0 وهنا 1، يا اما العكس، طبعا الواحد ده اللي هو الفي دي دي يعني اقصد، يا اما هنا 1 وهنا 0، يا اما هتعلق في انترميديت ستيت، وليكن مثلا هتبقى هنا عند في دي دي اوفر 2 وهنا برده في دي دي اوفر 2، اللي هي بنسميها الميتا ستيبل ستيت. طب لما انا اجي اسيميليت الدايره دي على سبايس هروح لانهي حل فيهم؟
الحقيقه انا ما اعرفش هروح لاقي حل في انهي حل فيهم. لو انا عايز اروح لحل معين هساعد السيميليتور بان انا ادي له انيشيال جيس. يعني مثلا لو انا اديت له انيشيال جيس ان الفولت هنا وليكن مثلا ب 0.2، يبقى كده انا ايفينشولي لما هكونفيرج هكونفيرج للحل ده، ان هنا 0 وهنا ايه وهنا 1. لو انا كنت مديله مثلا انيشيال جيس ان الفولت هنا ب 0.9 عند النقطة دي، يبقى أنا هكونفيرج إن الحل هنا هيبقى بواحد والحل هنا هيبقى بزيرو. لو أنا بدأت الانيشال جيس بتاعي إن الفولت اكزاكتلي مثلا بيساوي في دي دي على 2، وكانت هي دي فعلا الميتا ستيبل بوينت، ممكن أفضل أستك عند الإيه؟ عند الميتا ستيبل بوينت دي. فبالتالي زي ما كنت بقول لكم بقى إن النوت سيت ممكن أستعمله عشان أبريك الإيه؟ أبريك التايم إن، أو إن أنا أخلي السيركت يعني تروح عند حل معين، أوجهها تروح ناحية حل معين زي الكيس بتاعت الفليب فلوب أو الإيه؟ او اللاتش. لكن النقطه المهمه جدا اللي احنا نركز فيها ان انا كده باثر على جاست الانيشال جاس الفيرست اتريشن، لكن الايفنتشوال سوليوشن بتاعي هيبقى مختلف عن الايه، هيبقى مختلف عن الحاله ده. طبعا من باب اولى انا مش هاثر على الترانزينت اناليسيس بتاعتي ولا هاثر على الدي سي سويب بتاعتي، زي ما قلنا ده مجرد انيشال جاس لاول ايه، لاول بايس بوينت كالكيوليشن. الموضوع بقى مختلف لما اروح عند الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن انا بفورس سوليوشن معين. طب هو سبايس بيفورس السوليوشن ده ازاي؟ في حاله بي سبايس مثلا عند النود اللي انا عملت سبيسيفاي الانيشال كونديشن عندها، طبعا خد بالك الانيشال كونديشن انا ممكن اسبيسيفاي فولتج عند نود، او ممكن اسبيسيفاي كارنت ماشي في ايه؟ الكارنت ماشي في اندكتور معين، ممكن اعمل انيشال كونديشن عند كده او كده. فبي سبايس بيعمل ايه؟ بيوصل فولتج سورس بمقاومه صغيره، المقاومه دي جاست ب 2 ملي اوم، عشان يفورس السوليوشن اللي انت طلبته. فبيعمل الكلام ده امتى؟ بيعمله جاست عن تايم بيساوي زيرو. وانس ان هو عمل فورسنج للسوليوشن عن تايم بيساوي زيرو، بيرجع تاني بقى يشيل الفولتج سورس اللي هو حاطه ده، ويبدا تاني بقى يكمل الايه؟ يكمل السيميليشن بتاعتك الترانزنت سيميليشن بطريقه عاديه. طب لو انا عندي نود والنود دي عملت لها الامرين انيشال كونديشن ونود سيت، مين اللي هيكسب؟ طبعا اللي هيكسب هو الانيشال كونديشن، لان انت بتوفر رايد اصلا السوليوشن، بتفرض السوليوشن مش جاست انيشال جيس زي النود سيت. عشان برضو نوضح الموضوع بقى بمثال، لو انا رجعت تاني للاكزامبل بتاعي بتاع دايره اللاتش، لو انا جيت مثلا وحطيت زي ما اتفقنا حطيت نود سيت ان الفولتج ب 0.2، تعال نمسح الايه الجزء ده كده، وحطيت نوت سيت ان الفولتج ب 0.2، هيعمل ايه؟ هيستعمل ال 0.2 دي كانيشال جاس، بس ايفينشولي عند تايم بيساوي 0 هيبقى السوليوشن هنا ب 0 وهنا ب 1. اما لو استعملت ال 0.2 دي كانيشال كونديشن، فعند تايم بيساوي 0 هيكون الفولت هنا فعلا 0.2، وهيحسب بقى الدايره الفولت هنا هيكون بكام بيزد على الايه، بيزد على ال 0.2 دي. فانا فرضت السوليوشن عند تايم بيساوي 0. هناخد بقى تو كومنتس صغيرين كمان. الكوماند الاولاني اسمه دوت انك، ده بيعمل ايه؟ ده بينكلود، يعني بينكلود فايل تاني جوه النت ليست بتاعتك. طبعا دي ميزتها ان انا لو انا عايز اقسم، لو انا عندي سيركت كبيره وعايز اقسمها على كذا فايل، فانا ممكن انكلود فايل جوه فايل تاني، او بمعنى اخر مثلا لو انا عندي سب سيركت ممكن اعمل السب سيركت دي في فايل منفصل، وبعد كده بقى اروح للايه للمين تيست بنش بقى ابدا انكلود السب سيركتس بتاعتي. فده بيسمح لك انك تنظم الشغل بتاعك بطريقه احسن. دوت ليب، دوت ليب بقى ده شبه دوت انكلود، بس هو مخصوص ان انا انكلود بيه موديل فايل او سب سيركت لايبراري، بس هما الاثنين في الاخر بيأدوا نفس الوظيفه. يعني نفس الكلام برضو لما يكون عندي موديل كارد او موديل فايل من الفاب اللي هو فيه الموديل بارامترز بتاعت الديفايسز بتاعتي، الموديل فايل ده بعمل فيه ايه؟ هو في تكست فايل لوحده، بس التكست فايل ده بقى بعمل له انكلود عن طريق دوت انك او عن طريق دوت ليب جوه النت ليست فايل بتاعي لما اجي اران الايه، لما اجي اران السيميليشن. طيب لما انا اكون بقى بستعمل تولز مثلا زي بتاعت كيدنس او زي بتاعت منتور او زي بتاعت سينوبسيس، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الاول ان انت بعد ما بترسم الاسكيماتيك بتاعتك بترن تول اللي هي بتعمل السيميوليشن سيت اب، والتول اللي هي بتعمل السيميليشن سيت اب بقى هي اللي بتظبط فيها كل الحاجات دي، هي اللي بتظبط فيها نوع الاناليسيس اللي انت عايزه، الاوبشنز بتاعت الاناليسيس، هتستعمل انهي سيميليتور، الباثز بتاعت الموديل فايلز اللي هو هيعمل لها انكلود، كل الحاجات دي. بعد لما هو ياخد بقى منك الكلام ده كله
بيزد على الاوبشنز اللي انت اخترتها في السيميليشن سيت اب وبيزد على السكيماتيك هو مطلع الفاينل نت ليست اللي هي بقى مش جاست فيها سيركت ديسكريبشن، لا ده فيها سيركت ديسكريبشن ومعاها كل السيميليشن كوماندز وكل الاوبشنز وكل النيسيسري انكلود فايلز. بيروح بقى ينده على الايه؟ بيروح بقى ينده على السيميليشن انجن اللي هو الكور بتاع الانالوج اي سي سيميليشن، هو هيسيميليت بقى الدايره فعلا ويرجع السوليوشن بتاعها. وبكده نكون وصلنا لنهاية موديول 2، بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.